ازيكم يا حبايب قلب عاملين ايه؟ النهارده هنقرا معاكم قصه ميريد امون ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت حبيبه من رحلتها المدرسيه التي كانت تزور فيها محافظه شهاج، وظلت تفكر في تمثال اميره ميريد امون ذي اللون الابيض الجميل، وفكرت ان تقوم بنحت مجسم يشبه الذي راته في رحلتها. قالت حبيبة استخدم الرمل، لكن الرمل كان ناعما وتفتت بسهولة. فكرت حبيبة وقالت حسنا سأجرب الأسمنت، لكنه عندما جف أصبح لونه رماديا. احتارت حبيبة ما المادة المناسبة التي تستطيع استخدامها، فسألت والدتها فأجابت الأم تستطيعين استخدام الجبس الأبيض فسيكون مناسبا. قالت حبيبة حسنا سأجرب يا أمي. استخدمت حبيبة الجبس الأبيض في عمل المجسم ووجدته مناسب، فرحت وشكرت أمها لمساعدتها في اختيار المادة المناسبة. وكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. لو عايزين حاجة اكتبوا في الكومنتات. وجود بوي.